بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. محمد ابني بص ما بياكلش في حياته الا الفسيخ. صبح، مغرب، ظهر، عصر، اي وقت. دي بقى مش البطروخ اللي بيقول لك حكي بطروخ بس ميه، لا دي بطروخه. طب كنت واحد طالب مني يلا بطروخ. ده من ابو 1500 والله، ابو 1000 وابو 1000. شايفين بقى السمك ايه؟ كلها بطروخه في حتتها. وماله؟ انا يا جماعه بعمل سناني بني ادم والله غلبان. عارفين قيمه بني ادم دي؟ شايفين الفسيخ؟ ثانية واحدة بقى، سيب لك البطروخ بيضعها في السمك. اه احنا عندنا السمكة فيها البطروخ بس فيها كوليسترول بقى. ما شاء الله، شايفين؟ ده بركنها على جنب. يعني ده بقى البطرخة ايه بس، شوفوا السمكة عاملة ازاي. سمينة وجميلة وحلوة وكل حاجة حلوة فيه. اهي. وسكر بقى. حتة يا محمد. ثانية واحدة بس لما اكل واديك. ادوق حتة بطروخ، شايفين البطروخ؟ جايبه لنفسه هو بس. لا والله البرميل كله، في برميلين. طب هات لي في برميلين عندي، ايه اللي يلحق ياكلهم منهم؟ عايز منهم والله العظيم اتنين لسه موجودين اهم. طب انا هاكل حتة. كلي كلي. خد لي ساعات. بالفلوس؟ لا. بس ما تعملي بس. خلاص بس عشان اسناني. اسناني. عشان خلع اسناني يا جماعه، بركب تركيب بتاع ده اسمه بركب بتاع بزرع اسنان، يعني على زرع السنان يعني. طب انا ادعم كل حته فينا بفلوس، يعني احنا نقول الحمد لله على اللي فينا كله، على الصحه وعلى السنان وعلى الكلى وعلى الكبد وعلى كل حاجه عندنا حلوه فيها، نقول الحمد لله كل يوم. والاكل بيتاكل والغلا بيروح وكل حاجه بيروح، اهم حاجه الصحه. وكل اللي بيتاكل بالصحه حلو. شايفين بطروخ؟ انا كلت حته بطروخ بس جميل. حاجه كده اخر جماعه، عارفين البطروخ ده بكام الكيلو؟ بقول بسمع ان هو ب 1200 جنيه. وشايفين الفسيخه عامله ازاي؟ والله العظيم محمد ابني ده بيخسرها على المحل. بص هو واولاده بيعشقوا حاجه اسمها الفسيخ. احمد ما بياكلوش. ما هي هي محمد بيعشقوا فسيخ، سردين، تلاقي اي حاجه تلاقي هو كده معانا. خش يفتح الفسيخه يا وعبقى جايب الفسيخه اللي كلها بطروخ. بصوا بطروخ ما شاء الله عليه، حاجه كده اخر جمال والله. هما برمدين خلصوا. يعني يا جماعه عندي لو حد عايز توصيل بكره القاهره، بكره بس في عربيه مسافره، وبيقولوا لي لو انت عايز لو في اوردرات هو هيسافر بكره، والتوصيل 70 جنيه بس. و الف انا وصحى ليك. وهو احنا بسخان البحار، انا بروق امام مدرسه السنايا من ناس شروع اخرى، واللي عايزني يطلبني على 010-333-7744. وطبعا بقى يعني مش قادره اقول لكم فسيخ وبصل وليمون، ولولا ماني بقى يعني كده كان زماني دخلت علاني كمان. بعشق الفسيخ، يعني ممكن اكل الفسيخ ده في النهار مليون مره. بس اعمل ايه؟ ما باليد حلو. محمد بقى بياكل وبياكل للبلد بحر. انا وعارفه اهو عامل زي اسمه ايه ده اللي بيجي على النت برضه. ما شاء الله عليه. شايفين اللحم بتاع السمكه؟ حاجه كده اخر جمال. انام بطرخ. عندنا الحبيتين كيلو والثلاثه والاثنين والاربعه وكل حاجه متاحه. المحل بتاعنا انا بروح امام الرصاصه نعمل نشره اخرى. ويلا سلام.